تدربوا على العدوية مرة واحدة؟ ازيك يا نور؟ انتي عارفة احنا نعرف بعض بقالنا قد ايه وشغالين مع بعض؟ انا بقى عمري ما شفتك بالحالة دي خالص. انتي كل يوم حالتك بتبقى أصعب من اليوم اللي قبليه. معلش، هي شوية ظروف متلخبطة، كله هيكون كويس إن شاء الله. إن شاء الله. هو جاي مش كده؟ مين إياد؟ آه. طيب تسمحي لي إن أنا أفضل واقف جنبك لغاية ما يجي عشان ما توقفيش لوحدك يعني. أنت بتستأذن يا يوسف؟ إيه مالك فيه؟ مفيش، يعني شوية وجع بيروح وبيجي كده. فاكرة أنت كده بتقريني عليكي أكتر من الأول. لا لا ما تقلقش، يعني قلة نوم وتعب مش أكتر. جايز كمان مشاكل كتير مع ماما بسبب اللخبطة اللي عملتها فريق. لا ممكن تكون حاجة مثلا شخصية مش عايزة تتكلمي عنها. خانقتي مع إياد ولا حاجة؟ لا خالص. ماشي، على العموم أنا مش هضغط عليك أكتر من كده، بس عايزك تتأكدي إن أنا موجود معاكي وفي ظهرك، مستعد أنا أسمعك في أي وقت. يمكن أي نصيحة من نصايحي تحل لك مشاكلك. آه صحيح، كنت هنسى. أنا جمعت شوية معلومات عن الموضوع بتاعنا بتاع بيت الفن. بس لاحظت حاجة غريبة جدا. إن ده مش أول بيت يأجروه ويعملوا فيه نفس المشروع وبعد كده يسيبوه. في ما لا يقل عن 10 بيوت عملوا فيه نفس الموضوع وكانوا بيسيبوه في فترة ما لا تقل مثلا عن سنتين. بس بيت الفن ده بقى المصيري واخده إيجار قديم، يعني يعتبر تمليك بالظبط. ازيك يا يوسف؟ عامل إيه؟ كويس الحمد لله. إيه هنسمع حلقة الوزير إمتى؟ إن شاء الله قريب، بس إحنا لازم نجهز الحملة دي صح عشان ما تفقدش قوتها. صح عندك حق. عايزين نبقى نتقابل قريب. أكيد طبعًا. يلا بينا. يلا. باي. باي. ازيك يا شيخنا؟ اهلا اهلا يا استاذ اياد، اتفضلوا. اتفضلي. متوصي عليك جامد انت. بيحبك قوي هو. اكيد طبعا، ده عشره عمر. واضح من كلامه كده معايا امبارح انك مش حكي له على كل التفاصيل. عشان الموضوع ما يخصنيش انا. اكيد طبعا. يخص الانسه. اسمي نور. ايه اللي جابك هنا يا نور لما انت ما بتصدقيش في الحاجات دي؟ وانت شرفك انت قلت له؟ انا ما قلتلوش اي حاجه. مش محتاج يقول لي حاجه، باين على وشك. بص يا شيخنا، هي بتشوف حاجات وبتسمع اصوات. اكيد طبعا. طب والاحلام؟ بحلم براجل كده لونه ابيض وملمسه ناعم. ناعم. كملي. خدني وروحنا صحراء، خدت رملة وحطيتها في ايده. انت متأكدة انك حطيت الرملة في ايديه؟ متأكدة. وكان في جنبكم مية مش كده؟ مظبوط. اكيد كان في مية. متأكدة. تمام. بص يا نور، انا مش عايزك تخافي علشان ده نص العلاج. اللي معاها ده ملك من ملوك الجن وعاوزها. يعني ايه ملك من ملوك الجن؟ وعايز مني ايه؟ انا لسه بقولك ما تخافيش. على فكرة انا مش خايفة، بس انا غلطانة ان انا جيت هنا. استني بس يا نور عشان نفهم. معلش يا شيخ، هي زي ما انت قلت مش فاهمة. ما انا قلت كده من الاول. والله لولا انك جاي لي من طرف استاذ مجدي ما كنت قعدت القعدة دي اصلا. انا مش بعالج اي حالة وخلاص. حاجة زي اللي هي عملتها دي دلوقتي لو مش معاها شيخ تقيل كانوا اللي معاها اذوها. لا تتأذي ايه؟ دي نور غلبانة. شكلك كده فيك حاجة غريبة. لا ما تركزش معايا يا شيخ، ركز مع نور. هنعمل لها ايه ولا هي هتعمل ايه؟ تمام. النهاردة بالليل هبعت لك مية مقري عليها. تجيب طشت وتدلق المية دي على نفسها. المية دي طاهرة. ولازم المكان اللي هتكون فيه يكون طاهر. وهي كمان طبعا تكون طاهرة. وهتاخد المية دي تدلقها على الحيطة أو على الزرع. شكرا جدا يا شيخ. اتفضلوا. انت بتصدق الهوكس ده؟ يلا بينا.